السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكن عزيزات الطالبات؟ سوف نقوم اليوم بمراجعة القواعد اللغوية التي قمنا بدراستها في الفترة الماضية، فهيا بنا مع أول قاعدة قمنا بدراستها. نقوم اليوم بمراجعة حروف الجر، هل تتذكرونها؟ نعم، لأنكم مجتهدات. حروف الجر جميلة جدا، نستعملها في جر الكلام، في وعلى، من وإلى، عن والباء، عن والباء. أحسنت يا عزيزتي، هيا نقوم بمراجعة القاعدة الثانية، هيا بنا. والآن مع القاعدة الثانية، هل تتذكرون؟ نعم، إنها أدوات الاستفهام، جميلة جدا. من؟ تسأل عن الشخص. من؟ تسأل عن الشخص. ما؟ تسأل عن الشيء. ما؟ تسأل عن الشيء. كيف؟ تسأل عن الحال. كيف تسأل عن الحال؟ أين تسأل عن المكان؟ أين تسأل عن المكان؟ متى تسأل عن الزمان؟ متى تسأل عن الزمان؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى القاعدة الثالثة، هيا. والآن مع القاعدة الثالثة، الأسماء الموصولة وضمائر المخاطب. الأسماء الموصولة التي نستعملها لإيصال الجمل بعضها مع بعض، لوصلها مع بعضها البعض. الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث. الذين للجمع، الذين للجمع. أما ضمائر المخاطب، ضمائر المخاطب. أنت للمذكر، وأنت للمؤنث، وأنتما للإثنان، وأنتم للجماعة. هل تتذكرون هذه القاعدة؟ ضمائر المخاطب، أنت وأنت، أنتما وأنتم. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى القاعدة الرابعة، هل تتذكرون عزيزات الطالبات المفرد والمثنى والجمع؟ نعم، المفرد هو ما دل على شيء واحد، أما المثنى هو ما دل على شيئين اثنين اثنين، أما الجمع هو ما دل على أشياء كثيرة كثيرة. قلم واحد، قلمان، أقلام. أحسنت، كتاب واحد، كتابان، كتب. بارك الله فيك. ولد واحد، ولدان، أولاد. شكرا لك. هذه قاعدة المفرد والمثنى والجمع. والآن هل تتذكرون أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث، وهذا للولد، وهاتان للبنت، وهؤلاء للجماعة. مرة أخرى، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث، وهذان للولد، وهاتان للبنت، وهؤلاء للجماعة. أما ذلك للمفرد المذكر البعيد، تلك للمفرد المؤنث للبعيد. والآن قد قمنا
بمراجعة سريعة للقواعد اللغوية التي قمنا بدراستها في الفترة الماضية. أتمنى أن نكون استفدنا من درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.